أيمن رضا يستعيد ذكرياته مع سامر المصري بفيديو لطيف إلون من إسطنبول. نشر الفنان أيمن رضا مقطع فيديو على حسابه الرسمي بإنستغرام بيجمعه بسامر المصري أثناء تجوالهم بشوارع مدينة إسطنبول. ظهر أيمن وهو يغني برفقة عدد من الشبان خلال سيرهم بالشارع، بينما وثق سامر المشهد الغنائي عبر كاميرا هاتف. تفاعل عدد ضخم من الجمهور مع المشهد، وكتبت إحدى الناشطات: اشتقت لكم مع بعض كتير. وآخر كتب: وزع شوكولا وطعمينا. وتفاعل آخر: أحلى ثنائي بالتمثيل، أبو ليلى وأبو جانتي. وإنتو ما اشتقتوا لأبو جانتي وأبو ليلى؟ شاركونا بالتعليقات.